تأجيل الجلسة العامة للحوار الوطني المقررة اليوم إلى الاثنين القادم. جبهة الأنقاض الوطني تؤكد ضرورة توحيد المواقف وتكوين حكومة كفاءات غير متحزبة. وفي جنوب السودان الولايات المتحدة الأمريكية ترسل جنودا لحماية مواطنيها ومصالحها في البلاد بسبب أعمال العنف في الفترة الأخيرة. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أعلن المتحدث باسم الحوار الوطني العميد محمد الفاضل محفوظ تأجيل الجلسة العامة للحوار الوطني المقررة اليوم إلى الاثنين القادم، وأشار إلى وجود مشاورات جادة بهدف دفع الأحزاب السياسية المعنية لاستئناف مشاركتها في الحوار الوطني. بالفعل نحن على استعداد لمواصلة الحوار الوطني لمضي ما تبقى من المسارات، وبالأساس مسار التشريعي والمسار الانتخابي، لكن كما هو معلوم هناك جبهة القاعدة والجبهة الشعبية يحبوا يجيبوا ياخذوا شوية وقت للحوار للتشاور، ونحن نحب ننطلقوا بكافة عناصر المكونات الأحزاب السياسية مع بعضنا، طلبوا منا مزيد، أعطاهم مهلة من الوقت، والسبب هذا قررنا باش نأجلوا إلى يوم الاثنين إن شاء الله على الساعة 10 صباحا. أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني اليوم عن موافقة الرباعي الراعي للحوار، طلبها تأجيل استئناف مشاورات الحوار الوطني إلى يوم الاثنين القادم، وذلك إثر اجتماع عقدته الجبهة في مقر حركة نداء تونس. وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّى الهمامي ضرورة توحيد المواقف، وأنه على حكومة مهدي جمعة أن تكون حكومة كفاءات وطنية لا محاصة حزبية. لهذا تقرر في هذا الاجتماع أنه يقع مواصلة الحوار، طلبنا تأجيله مش اليوم، طلبنا من الرباعي تأجيله إلى يوم الاثنين حتى نتمكن من مزيد تدقيق الأمور ومزيد تنسيق مع حلفانا والأطراف الأخرى، خاصة أن ربما البعض منها اعتبر نفسه غير معني بهذا الحوار، ونحتاج إلى أنه نتحاور مع بعضنا باش تكون مواقفنا موحدة ولتكون أكثر نجاعة. ولهذا استجاب الرباعي مشكورا إلى هذا التأجيل. خريطة الطريق واضحة، حكومة كفاءات مستقلة، وبالنسبة لنا الأحزاب هذه ترفض رفضا مطلقا هذه المحاصصة الحزبية اللي تدعو لها بعض الأطراف، وأنا نعتقد وأن هذه الأطراف باش تنجح في فرض مثل هذا، معناه هذا هذا الاختيار. البارح وقبل كل الأطراف قابلوا الرباعي الموجودين هنا، قابلوا كذلك سي مهدي جمعة، وكان خطابنا واضح، واعتقد أنه خطاب الرباعي زاد كذلك كان واضح، وهو أنه لا سبيل إلى حكومة محاصصة حزبية. الحكومة الوحيدة اللي مطروحة هي حكومة الكفاءات المستقلة، تركيبتها كذلك كفاءات مستقلة. أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة جرافيا اليوم أن الحكم الاستعجالي الصادر في 18 من ديسمبر على المحكمة الابتدائية بتونس المتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الرئاسي يشمل كل الوثائق والملفات الموجودة تحت حراس المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بما في ذلك الوثائق الموجودة بحوزة رئاسة الجمهورية بكافة القصور الرئاسية والتي تم التصرف فيها في الكتاب الأسود. قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس باعتبارها هيئة قضائية استئنافية اليوم بتأييد الحكم بالسجن 3 أشهر ضد المنتمي إلى التيار السلفي بلال الشواشي على خلفية قيامه باجتماعات غير قانونية بأحد المساجد، وقررت إسعافه بتأجيل التنفيذ.
نفذ اليوم مجموعة من المحامين بولاية باجة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية للمطالبة بأحداث محكمة استئناف بالجهة لتأمين ظروف عملهم والمحافظة على حقوق المتقاضين. والآن ننتقل إلى الشأن العالمي. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالة إلى الكونغرس أن الولايات المتحدة أرسلت جنودا لجنوب السودان لحماية رعاياها ومصالحها في البلاد بسبب أعمال العنف في الفترة الأخيرة. كما أكد باراك أوباما أن الجنود المجهزين بشكل جيد للمعركة انتشروا بهدف تأمين حماية مواطنين ومصالح أمريكية وسيبقون في جنوب السودان طالما أن الوضع تطلب ذلك. كما دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما جنوب السودان إلى وقف أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الحكومة وتصفية حسابات سياسية. أعلنت وكالة الأنباء الروسية أنه تم الإفراج عن المعارض الروسي ميخائيل غودوركوفسكي بعد أكثر من 10 سنوات من الاعتقال بعد صدور مرسوم عفو من الرئيس فلاديمير بوتين. وذكرت صحيفة كوميرسانت اليوم أن المعارض الروسي تقدم بطلب العفو الرئاسي إلى فلاديمير بوتين تحت ضغط الاستخبارات. وصرح فلاديمير بوتين أمس خلافا لكل التوقعات أن غودوركوفسكي الذي يفترض أن يتم الإفراج عنه في أوت 14 و2000 تقدم إليه بطلب عفو لأسباب إنسانية. نهاية النشرة الأخبارية، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.